بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بعبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله، مع الدورة الثالثة الفقهية ومع الدرس السابع، الحيوانات الطاهرة. بحيوانات ما عرفناش كل اللي طاهر، قصنينة مثلا تيمشيو الناس مسلمين دابا الآن، واحد العدد ديال الملايين ديال المسلمين في أوروبا، الاوروبي عنده هذاك الكلب ديالو تيتعتبر هو اعز عنده من ولده. الولد ديالو تعيط ليه بسميتو، تيقول له روني، فيا روني، فيا كاترين، والكلب تيقول ليه فيا مون فيس، اجي ولدي. تيعنقو يبوسو في فمو ويحطو في ناموسيا، تيجي المسلم تيقول ليه لا بعد، بمعنى سديتي العلاقه ما بينكم وما بين، علاش؟ لان اللعاب ديالو تيتعتبر نجس، غادي يقص ليا الحويجات وانا غادي نمشي نصلي. واش الريوق ديال الكلب تتعتبروا نجسة ولا لا؟ هادشي اللي غادي نشوفوه في هذا الدرس. هذا المالكية عندهم واحد القاعدة رحمة الله عليهم، هي كل حي طاهر، كل تفيد الاستغراق، كل حي. فقرروا المالكية قاعدة فقهية هي كل حي طاهر. امتياز المذهب المالكي بهذه القاعدة هذه ماشي في النص ديالها ولا الصياغه ديالها اللي جات على سبيل الاطلاق والتعميم بدون استثناء فحسب، بل ايضا حتى في المبدا والاساس اللي قامت عليه هذه القاعده هذه، اللي تتنص هذه القاعده على ان الحياه ديال الحيوان هي العله ديال الطهره ديالو، ماشي ريوق ولا شي حاجه، لا، غير حي تيتمشى فهو طاهر، كل حي طاهر. شوف القاعده. فلهذا باش نفهموا شنو هي القواعد الفقهيه، ماشي داك ما ثبت اليوم اكملت لكم دينكم وداير اللحيه وصافي ولا هو ولا صافي، مثلا بحال شي سميتو في واتساب تتذكر مع شي واحد ولا شي حاجه وعطيت واحد الكتاب ديال واحد العالم قال لك قرا ولخصوا لي وقول لي شنو فيه، علاش؟ لانه هو ما فيه ما يقرا، ما فيه هذا الشيء، علم لي هاد جوج ديال الاحاديث ايه قرانيه وديال هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ام يفعلها، هل هو عباده ولا مس عباده، صافي ومهني مع راسو وجالس جدارمي في لوتوروت حبسك، هذيك ما ثبتاش، هذيك ما ثبتاش، هذيك ثابته، هذيك بدعه، هذا كذا كذا، هو الجدارمي في الطريق ويعتقد انه يحسن صنعا وهو من الاخسرين اعمالا، لان الضايع. وهكا في المذكره ديالي مع شي واحد حتى لحقنا لواحد النقطه ديال ان راه عندك الحق، ايوا غدا الاثنين اللي تولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نوض نصوموه، ياك ماشي واجب صافي، بمعنى ما فيه ما يصوم لا نافله ولا يدير خير ولا شي حاجه، ولكن يوقف ليك هنايا اعظم في الحلق ديالك. فلهذا هنا نفهموا القواعد ونفهموا هذا الشيء، ماشي باش نناقشوا الناس، الا باش نكونوا حنا على هدى من الله، والمناقشه ديال الناس ما نناقشوش. اللي بغى يمشي يتبع شي حاجه يتبعها ونقول له عندك الحق، من ما نناقشوش هو، علاش؟ لان غير يكون انا عندي انني عندي دليل، والرسول صلى الله عليه وسلم اقر الخلاف، حيت اسميتو بالنسبه لهذوك اللي قال لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، شي صلى العصر فوق سوسي صلى العصر حتى فات العشاء، وفات العشاء، والايه القرانيه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما قالش لهذوك واش انتم ما تفهموش، فين هي الآية القرآنية؟ لا، اجتهدوا، أخطأوا، مكتوب عليهم الاجتهاد، لهم أجر الاجتهاد، وهذوك اجتهدوا وأصابوا عندهم الأجر الاجتهاد والصواب، فأقر الإسلام هذا وهذا وما يكونش عندنا نزاع، خصنا نكون موحدين. فلهذا بالنسبة لهذه القاعدة الفقهية اللي هي تعتبر هذه العلة ديال الطهارة ديال الحيوان تدور حول الحياة، وما تتوقفش على قضية ديال الحل ديال الأكل من عدمه، واش الخنزير حلال الماكله ديالو ولا حرام؟ حرام الماكله ديالو، لهذا هو بالنسبه نجس، لا، حرام الماكله ديالو من جهه، ولكن بالنسبه ليه هو حي فهو طاهر، علاش؟ لان القاعده تقولنا كل حي طاهر، فالعله في طهارته هي الحياه، اذا مات اصبح نجسا فهو نجس. فلهذا علة طهارته تدور مع الحياة، وما تتوقفش على قضية الحل ديال الأكل من عدمه، وبالمقابل الموز ديال الحيوان سبب في اعتباره نجسا، لكن بشرطين، يكون الموت ماشي بالذبيحة لا على سبيل الذكاة، هذه الأولانية، وأن يكون الحيوان من ذوات الدماء، معنى فيه الدم، إذا كانت حيوان لا دم فيها فهذيك واخا تكون ميتة
ما فيهاش، لأن العين العود هو ذاك الدماء أو ما يسمى بذي النفس السائلة. وقد اعتبر المالكية بهذه القاعدة الفقهية التي هي كل حي طاهر، الزكاة قائمة مقام الحياة في أي حيوان. معنى أي حيوان شديناه وذبحناه، وإن كان كل حي طاهر، حتى وإن كان كلبا أو خنزيرا، فإن التذكية تقوم مقام الحياة. شوفوا هنايا، كلب أبغيت نستافد من الجلد ديالو على حسب القاعدة اللي هي ديال كل حي طاهر، فهو حي فهو طاهر، مات أصبح نجسا. قال لك الفقهاء المالكية الزكاة الذبيحة، إلا تذبح الكلب زكاة صحيحة، معنى تذبح وسال الدم، هذيك الزكاة ديالو ما رضتوش نجيس، في النجاسة ما نستافدش من الجلد ديالو، نستافد من الجلد ديالو، ولكن خلاص الماكلة وداكشي ما نهضروش عليها، هذيك حاجة أخرى، ولكن غير الاستفادة من الأجزاء ديالو. فلهذا هنا قال لك الزكاة معناه إذا كان حيا حتى وإن كان كلبا أو خنزيرا، فإن التذكية تقوم مقام الحياة، بحيث يجوز الانتفاع بجلد كل حيوان بعد تذكيته، حتى وإن كان ذلك الحيوان كلبا. والخنزير لا، هو دخل القاعدة، قال لك لا، فهو وإن كان طاهرا عند المالكية حال حياته، إلا أنهم خرجوه من هذا العموم، فما تتنفعش فيه التذكية عندهم. علاش؟ لشدة نجاسته. نشوف دابا الأقسام الحيوان، تنقسموا الحيوان إلى قسمين، الحيوانات الحية، ودخل منها هذا النوع كل حي ولو كان إنسانا، وهي كلها طاهرة عند الإمام مالك، حتى ولو كانت كلبا أو خنزيرا أو فأرا، غادي نجي نشوفوها. القسم الثاني الميتة من الحيوان، وهي كل ما مات من الحيوان والإنسان، سواء هذا الحيوان هذا مات طاح مات حتفاء فيه، ضربته شي حاجة ولا مات حتفاء فيه، ما تذبح، أو ذكي ذكاة لا تفيد حلة، معنى تذبح شي ذبحة ماشي هي هذيك، بمعنى أن ما تمش الخروج ديال الدم، لأن حيت يتذبح ذبيحة شرعية واخا ما تيتكلش ذبيحة شرعية، تيولي الذكاة ديالو في مرتبة الحياة هي العلة، فلا ذكي ذكاة لا تفيد حلة. والميتات كلها نجسة إلا الميتة ديال البحر، وما لا دم له، ذوك النفس السائلة، ما لا دم له سائل، ما عندوش دم سائل، فهذا ما تعتبرش نجس وخا ميتة. نجيو لميتة البحر، فلحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أما اللي ما عندوش الدم، فلأن الدم هو العلة ديال الاستقذار، ما كاينش العلة ديال الاستقذار غير موجودة، إلا أنهم يستنون من الميتة ديال البحر ما له دم، قالوا ها هو البحر، ها هو حل، قالوا هذاك الشيء اللي فيه الدم بحال اش، بحال التمساح، بحال الضفدع، الميتة تعتبر نجسة ميتة. علاش؟ لأن فيها نفس سائلة اللي هي الدم السائل. نجيو لآدمي، فميتته طاهرة في الصحيح من المذهب، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، وهذا الشيء شرحناه في حلقة ماضية. والسلام عليكم ورحمة الله.